السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم تكون مزيانه تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم هاد الثوب غادي نديرو به واحد البينوار بسلسله مدفونه وعادي نخدمو بهذا الدونتيل غادي نحتاجو فيه جوج مترو عندنا هنايا الثوب ديالنا نتوما كيف ما كتشوفوا عندنا هنا توب شتوي يمكن لكم الثوب تخدو اي ثوب نتوما بغيتوه كنطوي بحيث اننا كنشوفوا الشعيرات انا اتجاه غاديه يعني خصنا حنا الشعيرات تكون غدا لتحت كيف ما كنقولوا الماء يجي لتحت كيف ما قلت لكم غادي نخدموا ان شاء الله بينوار بسلسله مدفونه يعني الطريقه ديال الطيه ديالو غادي نطوها طريقه خاصه غادي نديروا هاد الجهه للتحت لتحت غادي نخليو فيها 4 ديال السنتيم يعني فاش غنحطو عليها هاد الطرف الاخر غادي نخليو ربعة ديال السنتيم معاديش ندخلوها في الطوية هنايا غادي نخليو تعبرو ربعة ديال السنتيم حتى ثلاثة سنتيم تخليوها انا هنايا خليت ربعة ديال السنتيم هاد الاتواب ديال الشتاء راه تيكون فيهم المنكب يعني غادي يبقى لنا ربعين في الجلايل ان شاء الله غتطويو بحد الطريقة هاد الجهه اللي خليتها هي اللي غادي تغطي لنا السنسله كتجينا في اليد الايمن ديال اليمين ديالنا ان شاء الله والفوقاني غادي نخليو فيه سنتيم ها الاتجاه ديال الشعيرات فين غادي هنايا هادي هي 4 سنتيم اللي خليتها غادي هي اللي غادي نطويها غادي نغطي بها السنسله ان شاء الله انا هنايا كنشرح لكم بالتفصيل لان البنات المبتدئات دائما تيكتبوها لي في التعليقات انتم كيف ما كتشوفوا دابا هنايا غادي نهزو هاد الطرف اللي هنايا هنا عندنا فيه الجهه المسدوده هي اللي غادي نديرو فيها الخلف ان شاء الله غادي ناخذو العبار ديال الكتاف من هاد البلاصه انا عندي هنايا الكتاف فيهم 41 سنتيم غادي نطيحو الكتاف ان شاء الله ب 3 سنتيم الرقبة ديال الخلف عندنا فيها 8 سنتيم وهنا غادي عادي نديرو جوج ديال السنتيم ان شاء الله يعني طيحنا الكتف ثلاثة سنتيم ودرنا في الرقبة ديال الخلف 8 سنتيم وطي... ونزلنا بجوج ودرنا تقوير انا هنا غادي نقطع معكم باش يجيكم ان شاء الله واضح بهذه الطريقة هنايا غادي بالنسبة للتركيز غادي نزلو من هنا حتى لهنا بربعة وعشرين سنتيم من بعد ثلاثة سنتيم اللي حنا قطعناها غادي نطلعو هنايا بثلاثة ديال السنتيم أو غادي نديرو التقويرة ديال الإبط إن شاء الله هنايا غادي نديرو العبار ديال الصدر عندنا واحد أو سنتيم هنايا غادي نقطع باش يجيكم واضح لأن هنايا ما ليش ستيلو مزيان يعني مع الكاميرا كيجي بعيد ولكن انا هنايا يعني غادي نشرح لكم غادي نزلو من البلاصه اللي درنا فيها العبار ديال الصدر غادي نزلو ب 14 ديال السنتيم ان شاء الله ها ما انا بدلت هنايا ستيلو غادي نزلو هنا ب 14 سنتيم وغادي نديرو العبار ديال الحزام انا فيه 29 سنتيم وكنلاقيو النقط كنعاودو نزلو ب 14 سنتيم وكنديرو العبار ديال لي هونش عندنا فيه 33 سنتيم غادي ناخذو الطول ديال السيده عندنا هنايا متر و40 سنتيم يعني متر و سنتيم بالتكفيفه بكل شيء ندير الطول من بعد غادي نلقي آه العبار ديال ليهمش من هنايا بالجلايل انا هنايا ما عاديش نخرج حتى الجلايل غادي نخرج حتى لهنايا وداكشي اللي بقى غادي نشقو يعني ما عاديش نقطع نفرق عادي نفرقته بهذه الطريقه بحال هكذا صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز لتقطع. غادي نقطع هنايا من الاسفل ومن بعد غادي نقطع الجوانب ان شاء الله يعني بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم باش كتبقى لنا في الجلايل أربعين 40 وبالسلسله تبقى لنا تقريبا 42 في الجلايل من الاسفل زائد اننا غادي تكون عندنا فسيحه من الامام صغيره تحت السنسلة ان شاء الله من بعد ما سالينا التقطع دابا غادي نوريكم اشنو كنديروا الجلايل ان شاء الله بالنسبه للجلايل حنايا غادي نطلعوا بجوج ونص حتى ل سنتيم من هنايا من الجانب باش ما كتجيناش البياسه طايحه في اللبسه هالطريقة الطريقه كنديروها في العبايات كنديروها في الجلالب كتختلف هاد تلاتة سنتيم حتى لخمسة ستة سنتيم على حساب العرض ديال البياسة اللي حنا كنخدموها إن شاء الله يعني على حساب الموديل ديالنا هاد الطريقة دابا إن شاء الله غادي نديرو التعديلات على الأمام غادي نحيدو الخلف بهاد الطريقة بالنسبة للرقبة ديال الأمام غادي نزلو هنايا غادي نزلو بعشرة ديال السنتيم أو هنايا تقويرة مكتجيش دائرية يعني شوية من بعد غادي نقصو واحد السنتيم هنايا في الكتاف هالطريقة الطريقة ومن بعد غادي ندخلو إن شاء الله في في الأرض غادي ندخلو بسنتيم حتى لجوج سنتيم من هنايا باش كتجينا الدورة ديال الأبد كتجي معتدلة إن شاء الله بهذه الطريقة هكذا كنكونوا سالينا الامام وبالنسبه للجيب غادي نزلو هنايا ب 14 سنتيم وغادي نديرو في الجيب 13 سنتيم غادي ندخلو هنايا بجوج ديال السنتيم وكنديرو تقويره ديال الجيب يعني الجيب اختياري كاينين بزاف ديال الطرق حتى الكليانه ديالكم الا بغات الجيب كبير راكم كتزيدو في ديك التقويره يعني كتدخلو 3 سنتيم او 4 سنتيم فين دخلت انا بجوج ديال السنتيم بالنسبه للجيب انا آه خديت هنايا 28 سنتيم على 19 هنايا 7 سنتيم وكندير تقويره ديال الجيب وفي الخياطه راه حنا كنحطوه بهذه الطريقه وغادي نديرو له الدونطيل نتوما غادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله اللي غادي نخدموا بها دابا ان شاء الله غادي نفصلوا الاكمام عندنا هنايا هذا الشيء اللي بقى لنا ديال الثوب غادي نطوي على جوج من بعد غادي نعاودوا نطوي على اربعه وعاد تردوا البال الماء ديال الثوب فين غادي يعني الشعيرات هنا اتجاه غادي خاصها تكون عندنا غدا الاسفل بحال الطريقه اللي فصلنا بها الضوفا ان شاء الله بحال الطريقه اللي فصلنا بها البنوار غادي نفصلو كذلك الاكمام ان شاء الله غادي هنا هنايا التركيز ديالنا غادي هنا هنايا بعشرة ديال السنتيم دائما قد وتاكدوا باللي راه عندكم الطروف كاملين كما قلت لكم هنايا 10 ديال السنتيم غادي نقسموا هذه المسافه بعدين على جوج من بعد نعاود نقسموها على أربعة الجهه اللي طالعه كنطلعوا بسنتيم ونص والجهه اللي نازله كنزلوا بسنتيم ونص هنايا التركيز عندنا مضبوط هنايا كنزلو بخمسة ديال السنتيم وكنديرو دورات الذراع دابا طيب غادي ناخذ الطول ديالكم عندي الطول ديالكم خمسة وخمسين غادي ناخذ هنايا فيها تلاتة وخمسين لأنني غادي نزيد واحد الباندا فيها خمسة ديال السنتيم إن شاء الله قطعتها لأنني غادي نديرو في الوسط الطونطيل غنخدمو بواحد الطريقة إن شاء الله غادي نشاركها معكم كنديرو هنايا سبعتاش سنتيم ل 15 سنتيم يعني دورات الديرة على حساب الكليانه ديالكم وكناخذوا هذه المسافه كنقسموها على جوج كندخلو بسنتيم وكنديرو التكويره يعني هنايا في دورات الديرة داك الشيء اختياري على حساب الكليانه ديالكم واش بغات 14 سنتيم 15 سنتيم يعني على حساب هي شنو طلبات منكم ان شاء الله صافي هكذا كنقطعوا صافي كنقطعو دورات هكدايا دابا غادي نفصلو الباندا هنايا انا دخلت بسنتي دابا غادي نفصلو الباندا غادي نشوف هنايا البلاصه اللي غادي فيها القب ان شاء الله غادي نبدا ان شاء الله بالفصاله ديال القبيه الاولى من بعد غادي نفصل البندات معكم ان شاء الله هنايا بالنسبه للقب غادي نطو هنايا 42 سنتيم كافيه دائما بقا تطويو غير داكشي اللي نتوما محتاجينه ديالتو الا بقات لكم شي حاجه ممكن ديروا بها بوني اولا ديروا بها يعني على حساب نتوما اشنو بغيتو ديروا يعني نتوما الا بقى لكم لكم الاختيار بهذه الطريقه انا هنايا طويت 42 سنتيم كيف ما قلت لكم وهنايا غادي ناخذ 30 سنتيم العرض ديال الخط ندير فيه 30 سنتيم بهذه الطريقه نقرب لكم باش يبان لكم بوضوح. هنا يعني ندخل بعشرة سنتيم هذه هي اسهل طريقه ديال القب. وهنايا غادي تاخذوا وعشرين سنتيم وهنايا غادي تلاقيو النقط فقط غادي نقسمو المسافة على جوج هنا غادي نخرجو بسنتيم وهنا غادي نخرجو بصفر فاصلة خمسة وغادي نديرو التقويرة ديال الكون ديال القبة عفوا بهاد الطريقة وغادي نقطعو فقط هنايا أنا دخلت هنا بربعة سنتيم وهو بالطبع 4 سنتيم ودرت واحد هنا هنايا هذه اختياريه الطريقة ان شاء الله دابا غادي نخدمو الباندا تاهي كتشوفو الاتجاه ديال التوب إيش يعني من اتجاه غادي غناخد هنايا أه عشرين سنتيم أو في العرض غدي تاخدو أنا هنايا طويتو التوب على جوج خديت عشرين سنتيم هنا غادي نفصل البانداس بجوج في خطرة بهاد الطريقة غادي نحيدو الزوائد هنايا غادي نديرو عشرة ديال السنتيم وهنايا غادي نديرو عشرة ديال السنتيم العرض ديال الباندا عدنا فيها خمسة ديال السنتيم إن شاء الله هكذا كنكونو سالينا الموديل ديالنا ان شاء الله غادي نشارك معكم الخياطه ديالو وغادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نخدموا بها الطونطيل طريقه جديده ان شاء الله ليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الاخر باذن الله هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه اللي كنلقيو بها الطون